تشهد بلدة بنش شرقي إدلب بناء مستشفى ضخم، حيث وصل إلى مرحلة جيدة في البناء، ويقوم المشروع على التبرعات فقط دون دعم حكومي أو عبر دعم من المنظمات، على أمل تأمين الأموال الكافية لإنجاز هذا المشروع. للحديث عن هذا الموضوع بشكل عام ينضم إلينا مدير المجمع الطبي الإسلامي ومدير مشروع بناء المجمع الطبي الجديد الدكتور معد بدوي. أرحب بك دكتور معد بداية معي في نشرتنا الإخبارية من راديو الثورة. حياكم الله الكريم، الله يكرمك يا رب. حياك الله. يعني بداية أبدأ معك دكتور معد في المحور الأول، يعني لو تحدثنا عن هذا المشروع بشكل موجز، مشروع المشفى المتطور. حياكم الله جميعا أخي الكريم. مثل ما تفضلت حضرتك، هو مشروع صراحة قائم بشكل أساسي على مساهمات وتبرعات أهالي الخير، سواء من سوريا بالداخل أو بالخارج أو من جميع الدول العربية والأوروبية وغيرها. فمثلا حتى في أتراك، في من أيام قليلة في بعض الشباب وصلوا معلومات عن المشروع، أني ماليزيين مثلا تبرعوا. قائم بشكل أساسي على التبرعات والمساهمات من جميع الناس الحمد لله رب العالمين. المشروع تفضل الحديث لك دكتور. نعم. معد شكرا. بالنسبة للمشروع كمشروع، يعني الفكرة ما هي بإقامة مستشفى جديد يعني من أول الانطلاقة، إنما هو بديل لمستشفى قائم حاليا. يعني نحن هلا بمستشفى بنش الحالي عمره 10 سنوات من 2012، لكن البناء الحالي سواء كان مستشفى أو عيادات أو مستودعات أو كافة المنشاة هي أبني مستأجرة. صراحة الأجارات صارت مكلفة جدا، نضافة للموقع الحالي للمشفى الحالي هو في وسط المدينة وفي ازدحامات سير وازعاج للمرضى. المشفى حاليا هو يقدم خدمات لأكثر من 15-17 ألف مريض شهريا لله الحمد بشكل مجاني لكل الناس، سواء المقيمين في بنش او المناطق الاخرى اللي ممكن يراجعونا من مناطق بعيده لوجود بعض الاختصاصات النوعيه المتميزين فيها بالمشفى لله الحمد بشكل مجاني. نعم دكتور معد، يعني انا فهمت من كلامك، من محور كلامك، بان البنيه التحتيه هي البنيه التحتيه القديمه للمشفى ويمكن تم ترميمها او العمل عليها، يعني اذا هذه الفكره كانت صحيحه دكتور. يعني عند رسم ميزانيه المشروع تفضل. عفوا، نحن حاليا في مستشفى في وسط المدينه مستاجر. الفكره الجديده اللي انطلقت من حوالي السنه انه انتقلنا لمنطقه جديده بمدخل المدينه حوالي 500 متر عن نعم البناء، اقصد البناء موجود، يعني بناء جديد. هذا الذي قصدته دكتور معد. تماما دكتور معد، يعني عند رسم الميزانيه، واي مشروع يرسم له ميزانيه، على اي اساس تم تحديد مصدر الميزانيه منذ البدايه، منذ التفكير بهذا المشروع ووضع الميزانيه للمشروع؟ تمام. الميزانية الأساسية هي قائمة على التبرعات والمساهمات. تواصلنا مع بعض الجمعيات الخيرية والمساهمين كجهات خيرية، يعني فكانت الفكرة أنه ممكن بعد ما ينطلق المستشفى كبناء هيكلة ممكن لاحقا تكون مساهمات لجمعيات خيرية، أما كبداية لابد من الانطلاقة كمبادرات اجتماعية محلي أو من الناس المغتربين، وانطلقنا على الأساس والحمد لله تقريبا صرنا أقل من سنة تجاوزنا 30-35% من الإنشاء الهيكلي. ممتاز، نتمنى لكم التوفيق. يعني دكتور معد، يعني حاليا بعد الانطلاقة وبعد وضع الأسس المشروع، يعني إن كان المالي وغير المالي، يعني إلى أين وصل المشروع في جهوزيته الآن؟ ما هي البدائل لديكم لتأمين نفقات إنشاء للمشفى، يعني غير التبرعات من أهل الخير؟ تمام أستاذ كريم، كما بلغتك من قليل أنه تقريبا تجاوزنا 30%،
وما زال انه التبرعات تصل الحمد لله رب العالمين من اهالي الخير، ومستمرين ل يعني نقطع الشوط الاكبر، وفي وعود لاحقا ممكن انه يكون في تدخل بعض الجمعيات او المنظمات بعد ما انه خلينا نقول انه المشروع يشوف الضوء ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله استضيفك دكتور معد بمداخلات قادمه، بيكون المشروع تم يعني ونجح ان شاء الله. وطبعا هذا المشروع يعني مشروع طبي والكل بيعرف حساسيته يعني وايجابيته للمناطق المحرره. بختام حديثي معك اشكرك جزيل الشكر الدكتور معد بدوي، مدير المجمع الطبي الاسلامي ومدير مشروع بناء المجمع الطبي الجديد في مدينه بنش، كنت معنا عبر الهاتف.